طيب ماشي خلينا اوكي. نتكلم على بعض الارقام اللي حققها النادي الاهلي النهارده. النادي الاهلي والبطوله رقم 12 الافريقيه اللي هي دوري الابطال. يجي بعده في المركز الثاني مازيمبي ونادي الزمالك المصري. ده رقم قياسي جديد بيحطم بيه النادي الاهلي رقمه القديم اللي هو 11 مره. اذا النادي الاهلي بيحطم ارقامه القياسيه. ارقامه هو ارقام النادي الاهلي بينافس نفسه. اه بيحطم ارقامه القياسيه. طب نيجي لمصطفى شوبير حارس مرمى النادي الاهلي في الفتره الاخيره بعد اصابه كابتن محمد الشناوي حارس مرمى مصر العملاق. مصطفى شوبير بعد مباراة النهاردة عمل إنجاز تاريخي لحراسة المرمى في النادي الأهلي. في تاريخ الأهلي كله يعني. في البطولات الإفريقية. مصطفى شوبير النهاردة حافظ على نظافة شباكه للمباراة التاسعة على التوالي ليصبح الحارس الوحيد في النادي الأهلي اللي يحقق هذا الإنجاز في تاريخ مشاركاته الإفريقية. البطولة كلها احنا قلنا نادي الأهلي أقوى هجوم وأقوى دفاع. وأقوى دفاع لأن أنت دخل في مرماك هدف وحيد فقط. هدف وحيد كان فقط. كم في مباراتي يا كابتن؟ يانج أفريكانز. يانج أفريكانز 1-1. 1-1. ده الهدف الوحيد اللي دخل، ما كانش مصطفى شوبير هو اللي بيلعب. فمصطفى شوبير في المباريات اللي بعد كده عمل رقم قياسي جديد في تاريخ حراسة مرمى النادي الأهلي.